اليوم إن شاء الله راح نبدأ بمحاضرة الـ HIV and AIDS. This is a consequences of viral infection. أخذنا الموضوع المهم ذاك الأسبوع about coronavirus. And today we will take another important viral infection, which is HIV and AIDS disease. مثل ما تعرفون انتو الـ HIV هو من الـ new viruses اللي ظهرت بالعصر الحديث وهو اللي ينتشر globally عالميا انتشاره كبير والإصابات مالته بالملايين يعني احنا عندنا العراق كان مسجل انه خالي من الإيدز يعني من البلدان اللي نظيفة من مرض الإيدز لكن بالحقيقة بالسنين الأخيرة آخر عقد ونص من هذا القرن يعني تقريبا من 15 سنة بدأت عندنا زيادة ملحوظة بالـ HIV and AIDS in Iraq سوينا بها ريسيرش بحوث مؤخرا عن الـ HIV and AIDS in Baghdad and HIV and AIDS in Iraq طبعا موجود بكل المحافظات الـ HIV now in Iraq لذلك هاي المحاضرة أنا أريدكم من خلالها أنه you take care of patient لأن أنت ممكن المريض يكون هو HIV وأنت ما تعرف لهذا أنا أريدكم أنتم دائما أنه you take precaution and protect yourself from HIV and AIDS in your clinical practice يعني أنتم من الداومون بالردهات ومن هسه إلى نهاية حياتكم الطبية دائما be care from blood because if you touch blood expect that patient has HIV طبعا احنا شفنا مرضى with HIV from many governorate of Iraq and from many situation and of variable societies يعني من مجتمعات مختلفة لقينا مرضى من الإيدز فأنت you don't trust always take your precaution and take your capability of protect yourself and always consider any patient you face him might have the disease of HIV هسه احنا راح ندخل بالمحاضرة الرئيسية هاي المقدمة اللي رد تحكي لكم عنها on HIV حتى تفهمون what is the HIV status in our country now عمار طلع لي الصورة مال الفيروس Yes, this is the structure of HIV virus. The structure is spherical. The virus is spherical. مثل ما تشوفوا, it is rounded, spherical. Rounded, spherical virus. متكون of bilipid layer. The virus is bilipid layer. مثل ما تشوفوا, it is spherical and it is a bilipid layer. هذا bilipid layer يحتوي externally على الجلايكوبروتين. This glycoprotein اللي شوفوها اللي هي البنفسجية. This is a glycoprotein 120. في حين الخضر اللي تشوفوها هو الجلايكوبروتين 41 This glycoprotein is important in infective agent of the HIV There is many glycoproteins and many antigens of the HIV لكن بهاي المرحلة احنا راح نكتفي نقول لكم على الجلايكوبروتين 120 and the glycoprotein 41 Inside
the bilipid layer there is the capsid antigen, وهذا الكابسيد يحتوي على الجينوم of the HIV virus. This genome يحتوي على على two layers of single stranded RNA. مثل ما تشوفون بالمخطط عندنا هذا الداخل البايليبيد لاير اللي هو الكبسيد انتيجين وداخل الكبسيد انتيجين عندنا two layers of single stranded RNA. The HIV virus يحتوي على enzymes اللي هي البروتيز enzyme. لو توسعون نظركم أكثر وتشوفون أن المخطط إذا إحنا نحتوي على البروتيز enzyme ويحتوي على الريفرس ترانسكريبتيز enzyme ويحتوي كذلك على الانتجريس انزيم. اذا تشوفون انه احنا عندنا ال 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 اتش اي في فيروس از ار ان اي فيروس. اذا هو سيفيريكال يحتوي على بايليبيد لاير بالداخل يحتوي على الكبسيد انتيجين وداخل الكبسيد عندنا تو لايرز اوف سنجل ستراندد ار ان اي ويحتوي على الانزيمز اللي هي بروتيز انزيم ريفرس ترانسكريبتيز اند انتجريز انزيم ويحتوي كذلك على الجلايكوبروتين اللي هي تشبه السبايك مال كورونا لكن هنا أنا مو سبايكس اذا هو نان سبايكي فيروس. هذا السبايك يحتوي على الجلايكوبروتين 120 اند الجلايكوبروتين 41 وهذا الجلايكوبروتين 120 and الجلايكوبروتين 41 هو important for attachment of HIV virus to the infected cells. HIV is a global public health problem. يعني احنا عندنا كل سنة 33.2 million of HIV. يعني تصوروا انه احنا المسجلين عندهم اتش اي في هم 33 مليون و200 الف شخص عندهم الاتش اي في. 22 مليون ان سب سهاران اريا. سب سهاران اريا هي منطقه موجوده بجنوب افريقيا وهاي المنطقه اللي بجنوب افريقيا سب سهاران هي منطقه كامله تحتوي على الـ HIV. ليش؟ لأن الـ HIV فيروس هو كارير بالشمبانزي وهم يعتمدون بالصيد على الشمبانزي فيأكلوا للشمبانزي فيروحون يصيدون الشمبانزي وبما أنه they attach their blood وهم عندهم injured wound لأن يعتمدون على السكاكين بالصيد فدائما ينجرحون ومن ينجرحون ينصابون فشوفون أنهم بالسب سهاران أريا عندنا 22 مليون شخص بيهم الـ HIV. ساوث أمريكا تقريبا بيها نسبة ما 4 ملايين patient. ساوث إيست آسيا اللي هي مثلا منطقة تايلاند اللي هذول الدول اللي عندهم commercial sex ذولا الكوميرشال سكس عندهم هاي ليفل اوف اتش اي في بيشنت وهم لو ادوكيتد بيبل في حين عندك انت الميدل ايست قليل بالاتش اي في يوروب اند امريكا تقريبا عندهم مليون ونص اصابه. ليش؟ لان عندهم هاي هيلث سيستم فولو اب. الاتش اي في فيروس عندنا تو تايب اتش اي في تايب 1 and HIV type 2. HIV type 1 is more aggressive, more severe, more transmission of the virus from mother to the fetus through placenta. في حين الـ HIV 2
هو موجود أقل بال all over the world. تقريبا معظم الدراسات تثبت أنه الـ HIV type 2 موجود بجنوب أفريقيا, وهذا الـ HIV type 2 هو less aggressive, less severe, less transmission from vertical transmission. Vertical transmission نقصد من المذر للفيتس during pregnancy, هذا نسمي vertical transmission, وهذا الـ vertical transmission less transmissible through HIV type 2. Mode of transmission of the virus. شلون ينقل الفيروس from a human to the another human? What is the mode of transmission? In South Africa, بجنوب أفريقيا, طبعاً إحنا عندنا علاقات واسعة ويا الأطباء بجنوب أفريقيا because of HIV, لأن إحنا نخلي guideline مال HIV in Iraq. فدائما عندنا تواصل لأنهم highly expert وعندهم دبلوم مال HIV بجنوب أفريقيا, فإحنا دائمين التواصل وياهم. المود of transmission in South Africa ينقل zoonotic from animal to human by chimpanzee hunting. لكن all over the world another way of transmission. Transmission by blood and blood product. يعني مثلا المريض يحتاج بطل دم, نطينا بطل دم ما فحصنا بالHIV وهذا البلد طلع كارير مال HIV, راح يسوي infection to the human. The infectivity rate about 90%. ونفس الشيء بالنسبة للblood product. يعني مثلا المريض يحتاج fresh frozen plasma, راح نسحبه من البلد وننطيه. هذا transmit the virus, وإذا ما فحص the transmissibility and infectivity about 90%. أو another blood product, مثلاً cryoprecipitate, أو platelet transfusion, أو white BC transfusion, أو packed RBC transfusion. إذن the blood and the blood product infectivity about 90%. الثانية هي ال vertical transmission. وال vertical transmission of, مثلاً in a pregnant, a transmission from mother to fetus. هذا نسميه vertical transmission, وهنا عندنا ثلاث أنواع من الـ vertical transmission. During pregnancy, the transmission is less, about 10%. At labor, من يصير الليبر, راح يصير separation للبلاسنتا, فراح يصير mixing of blood of mother and the fetus. Here, the transmission about 90%. يشبه الـ blood transmission. During breastfeeding, breastfeeding milk is transmitting HIV virus, even lactation is risk to the fetus for infection. Even infection during vertical transmission during pregnancy from mother to fetus, وهنا أقل نسبة. At labor, إذا normal vaginal delivery راح يصير more risk. بالسيزيريان, إذا صار الليبر prior separation of a placenta, we can save child from getting infection. لكن إذا بدأ separation of placenta, cesarean section less infectivity than vaginal transmission, خصوصا إذا الفاجينا والسيرفكس يحتوي على الـ HIV virus. من ينزل الفيتس during labor, he might get infection from birth canal اللي هي السيرفكس والفاجينا and vaginal orifices اللي هنا ممكن تعيش الـ HIV virus. During breastfeeding, also there is risk of a transmission of the virus. إذا الطريقة الأولى هي by blood and the blood product, الثانية by vertical transmission, الثالثة by parenteral transmission. يعني مثلا إحنا سحبنا blood بنيدل, والنيدل نسى الممرض أن يبدلها وكانت contaminated with the blood, ورجع سحبنا بلاد من الثاني, هنا راح يصير risk of infection. أو إحنا نسميه incubational HIV transmission, وهذا دير بالكم منه من المستقبل, لأن عندي أطباء سجرتهم HIV صار عندهم incubational transmission of the HIV. آخرهم كان ولد مقيم بغداد, إجاني دا يسوي surgery المريض, فمن دي خيط الجرح النيدل مال الخياط
نشك بيه الصبعة فطلع المريض HIV وما يدري المريض، فمن نشك الطبيب صار بيه HIV وبعده مقيم وبعده نام الزوج وبعده يريد يقدم للدراسات وكان مقيم دوري. فأنتوا هنا ندير بالكم من الاكيوبيشنال نيدل ستيك. اكيوبيشنال نيدل ستيك يعني ما انت you should protect yourself well، تلبس gloves you take care، اذا تعبان لا تدخل. انت اذا سحبت بلد او سحبت بريتونيال فلويد او سحبت بلورال فلويد او دتخيط جرح والنيدل انجكت يور فينجر او انجكت يور هاند او انجكت يور ارم، هنا النيدل اس اذا كونتامينيشن وذ ذا وذ ذا بلاد اوف ذا بيشنت راح ينقل الاتش اي في through this needle. فان ذس نسمي اكيوبيشنال نيدل ستيك انجكشن. وهنا الترانسميشن تشانس اوف اتش اي في از 0.5 to 1%، يعني من كل 100 واحد ينصاب او من كل 200 واحد ينصاب من الاتش اي في. لذلك الاطباء والكادر التمريضي لازم ياخذون حذرهم من هاي الشغله. الثانيه من البارنتال ذول اللي هم دراج ادكت، يعني يجمعون خمس اشخاص هم ادكت اوف دراج يعني مدمنين على المخدرات، يسحبون الادكشن بالنيدل، يسحبون 5 سي سي، كل واحد ياخذ نص سي سي بنفس السرنجه، فاذا واحد بيهم اتش اي في راح ينقل للبقيه، فهذا يسموه دراج ادكت اتش اي في ترانسميشن اوف ذا فيروس. وهذا الترانسميسيبيليتي also 0.5 to 1% infection. ثلاثة sexual. ال HIV it is from sexual transmitted disease. يعني ال HIV ينقل through sex practicing. بالنسبة لل single sex transmission of the HIV is 0.2 to 0.5%. يعني if the patient practice sex with a female and that infected female, this is transmission for single sex 0.2 to 0.5%. لكن انتو مثلا احكولي عن مجتمعات كاملة عندها free sex line، يعني مثلا اوروبا، مثلا بعض دول القوقاز، عندكم امريكا، عندكم شمال شرق اسيا وجنوب شرق اسيا، مثلا تايلاند، عندكم بعض دول الصين، فلبين، ذول عندهم free sex life. ذول تعدادهم الهند، عندهم بعض المدن الهندية كذلك، بعض الدول الأفريقية، يعني يطلع ذول مليارين، فمليارين في 0.2 راح يطلع عندنا عشرات إلى مئات الملايين. إذا the risk of infection of HIV from sex is high. If a patient practice more than one practicing of sex, illegal sex, he might, the chance will increase from 0.2 to 0.5 إلى 20%. If more than 2 راح يزداد إلى 30%. More than 3 راح يزداد إلى 50%. وكل ما يزداد ال illegal sex the practicing كل ما chance of HIV راح يزداد. وهذا بي طبعا بكثير من الالتزامات، انه it is there is injury in the benign region, injury in the vaginal region, there is blood contamination. فتعتمد على multi factors. اذا the way of transmission of HIV by blood and blood product 90% chance of getting HIV. Vertical transmission 15 to 20% chance of transmission of HIV, more at labor, especially if vaginal, less with cesarean. There is risk of transmission through breastfeeding. Parental by drug and the drug injection, especially for incubation or for needle stick injection, and for risk for a drug addict and sexual transmission. This is the mode of a transmission of HIV. The pathophysiology, how the HIV is transmitted to the human. This is the pathophysiology transmission of HIV. القبلة عمار القبلة.
السلايد يس لا الصورة صورة عمر هاي الصورة انتبهوا عليها عندنا فوق ال HIV virus get entrance to the human through way of one of the mode of transmission that blood blood product sexual vertical or parenteral ال HIV if taken by CD4 T lymphocyte or macrophage monocyte system it will take it to the lymph node if it is taken to the lymph node this that means the infection have been settled خلاص بس الفيروس راح للليمث نود infection have been settled and كل شيء انتهى بعد صار الانفكشن there is receptors in the glycoprotein اللي شفتوه بالاخضر الجلايكوبروتين 120 وجلايكوبروتين 41 it will attach to the receptor as CD4 lymphocyte هذا راح يصير الاتاتشمنت this is stage 1 of infection بعدين راح يصير interaction between the glycoprotein 120 glycoprotein 41 with CD4 T lymphocyte receptor هذا الانتراكشن راح يصير through chemokine receptor or through chemokine receptor 4 فراح يصير الاتاتشمنت إذن أول واحد هو الاتاتشمنت ثانيا راح يصير الانتراكشن من هذا الانتراكشن راح يصير فيوجن of the cellular wall of T lymphocyte with the cellular wall اللي هو bilipid layer of the HIV virus فالسيتوبلازم مال السيتوبلازم مال الفيروس والسيتوبلازم مال ال CD4 T lymphocyte راح يصير 1 هذا راح نسميه fusion and this is stage 3 إذن stage 1 الاتاتشمنت stage 2 interaction stage 3 fusion then entry of the capsid وهذا الكابسيد اللي يحتوي 2 layer of single stranded RNA and the enzyme اللي هو البروتيase integrase and reverse transcriptase هنا راح يدخل ال RNA genome of the virus with the enzyme هذا ال RNA by reverse transcriptase راح يتحول الى DNA هذا ال DNA راح نسميه reverse transcription وهذا reverse transcription this is stage 4 this reverse transcription by integrase enzyme by integrase enzyme راح يدخل الـ DNA اللي هو بالأصل RNA of the virus inside the nucleus فهذا راح نسميه integration إذا أول وحدة هي الاتاتشمنت ثاني وحدة الانتراكشن الثالثة هي الفيوجن الرابعة الانتري الخامسة reverse transcriptase يعني الـ RNA of the virus راح يتحول إلى DNA يشبه النيوكليوس بعدين راح يدخل inside the nucleus of the CD4 T lymphocyte فراح يسوي لنا الانتجريشن بعدين راح يرجع الى RNA DNA يرجع مرتلخ RNA بالريفيرس ترانسكريبشن وهذا الـ RNA راح يحول يصير تمبلت للـ DNA of CD4 lymphocyte الى يتحول RNAs يعني راح يستخدم ال DNA of the nucleus of lymphocyte إلى template بحيث يتحول إلى RNAs وهاي ال RNAs راح تصير viral RNAs وبعدين راح تستخدم ال mRNA of the virus بيحول البروتين of lymphocyte إلى viral proteins يعني راح يتحول البروتين of the lymphocyte إلى viral reverse transcriptase viral protease and viral integrase enzyme بعدين كل RNA راح ياخذ الانزيمز مالته ويروح للبوردر مال الليمفوسايت راح ياخذ الوول ويا شوية من السيتوبلازم ويا RNA ويا البروتيز فهذا نسميه assembly اللي هو stage 8 بعدين release of the virus إلى virion
وهذا راح يصير لايسس بالسي دي 4 لينفوسايت وتتحرر عندنا الفيروسز. فطب الفيروس واحد تحررت مئات الفيروسز اوف اتش اي في وراح يصير لايسس اوف سي دي 4 لينفوسايت وكل فيريون راح ينفكت انذر سي دي 4 لينفوسايت وتنعاد. فايش راح يصير؟ راح يصير continuous destruction of CD4 lymphocyte و continuous production of viral HIV. فراح يصير عندنا high viral load وهذا يتشخص بالPCR وراح يصير عندنا low number of CD4 lymphocyte. راح تقل cellular immunity وهذا ينقاس بالflow cytometry. هنا راح تقل السيلولار اميونيتي. من تقل السيلولار اميونيتي راح تزيد الابورتينستيك انفكشن اند مالجنسي. من اللي بروتكتد باي سيلولار اميونيتي هي ال السيلولار اميونيتي راح تزداد بواسطه انفكشن against infection and to protect against parasitic infection. فإذا قلت cellular immunity راح تزيد عندنا viral infection, راح تزيد عندنا fungal infection, راح تزيد عندنا parasitic infection. وكل ما تقل CD4 كل ما تزيد infection, يعني مثل هيربس سيمليكس, هيربس زوستر فيروس, راح يزيد عندنا الفنجل انفكشن اللي مثل الباراكوكسيدي مايكوسيز والكوكسيدي مايكوسيز والكانديدا الباكانز and other. راح ناخذها بموضوع الفنجل انفكشن. وراح يزيد عندنا الباراسيتيك انفكشن مثل التوكسوبلازموسيز سترونجولايدوسيز. وراح يزيد عندنا التيومر اللي كنترولد باي سيلولار اميونيتي مثل الكابوسي ساركوما ومثل الليمفوما. وبعدين راح يظهر عندنا السيلولار بكتيريال انفكشن اللي هي كنترولد باي سيلولاريتي نوت اميونولوجي مثل التيوبركلوسيس. فراح يصير عندنا انفكشن باي تيبيكال اند اتيبيكال تيوبركلوسيس. الاتيبيكال تيوبركلوسيس مثل اذر مايكو اذر ذان تيوبركلوسيس مايكوبكتيريام مثل المايكوبكتيريام ايفيام انتراسيلولاري Mycobacterium cansasi and others of Mycobacterium. Even this is the pathophysiology and pathobiology of infection. Even أول طريقة هي الattachment, بعدين الinteraction, بعدين الfusion, بعدين الentry, بعدين reverse transcriptase, بعدين integrase, بعدين reverse transcriptase مرة ثانية, بعدين الترانسكريبشن, بعدين الترانسليشن. ترانسليشن هي البروتينز مال التي لمفوسايت تتحول الى بروتييز انتجريز اند ريفرس ترانسكريبتيز اللي هي فايرال انزيمز. بعدين الاسمبلي كل ار ان اي ياخذ وياه انزيم وياخذ شويه من السول وول والسيتوبلازم يتحرر فيريون اللي هو الريليز. وطبعا راح يزيد انتاج الفيروسز ويزيد الدستركشن مال سي دي 4 لمفوسايت. من يقل السي دي 4 لمفوسايت راح عندنا بالفسي which controlled by cellular immunity. هنا راح يصير another, تدخل another cell مثلا سي دي 8 لمفوسايت. السي دي 8 لمفوسايت هي protect against HIV, protect against HIV, destruct ال HIV virus. فإحنا كل ما زيد عندنا CD8 cytotoxic cell كل ما يصير protection from HIV, وكل ما تقل CD4 lymphocyte كل ما يصير decrease in cellular immunity. لذلك هم يسموه acquired immune deficiency syndrome AIDS, acquired immune deficiency syndrome AIDS. ممكن مريض with HIV انطيناه تريتمنت وطاب, لكن ورا ما انطيناه تريتمنت وطاب وخلص وارتاحينا ورا سنه رجعنا ال اتش اي في. ليش؟ لان انفكت ات از ماكروفاج مونوسايت سيستم
وممكن الفيروس يبقى دورمنت ومن ننطي انتيبايتك. إذا دورمنت فيروس نان أكتف ما راح يوصل إلى أنتيفيرال دراكس. فهنا إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا راح يصير عندنا relapse of the HIV virus. إذا الريلابس كونديشن is common in HIV. يعني مرضى احنا يجونا HIV نعطيهم التريتمنت نسوي لهم CD4 لمفوسايت نلقي نير نورمال الفيرال لود زيرو ورا سنة يرجع الفيرال لود عالي. ليش؟ لأن ال HIV virus عايش بالماكروفاج مونوسايت سيستم and then reactivated and cause reinfection. This is the pathobiology and pathophysiology of HIV. Now, what are the clinical features? Clinical features of HIV يدخل in four stages. The slide الورا عمر. اللي بعد عمر. يدخل in four stages. الستيج الأولى مثل ما تشوفون المخطط هو البرايمري انفكشن، وهذا يطول تقريبا من أسبوع إلى ثلاث أسابيع. بعدين يطب الأسمتوماتيك أو مالد سيمتوماتيك كونديشن، وهذا يطول من ثلاث أسابيع إلى عشر سنوات. بعدين يطب الإيدز ديفاينينج كونديشن، يطب مرحلة الإيدز ديش نسميها HIV. هنا هاي المرحلة راح نسميها الإيدز AIDS condition، وهاي الايدز هنا راح ندخل بال هنا راح يعيش من سنتين الى ثلاث سنوات. اوكي ارجع على السلايد اللي قبله. السلايد اللي قبله عمار. اللي قبله. اوكي خلي هذا السلايد. اوكي هذا الناتشرال كلاسيفيكيشن. اول واحد هو البرايمري انفكشن. This primary infection after incubation period of about لا القبله yes this yes thank you after incubation period of about 2 to 3 weeks the patient will develop a primary infection. هنا البرايمري انفكشن راح يصير انفلونزا لايك. يعني المريض راح يشكي من فيبر، وهاي الفيبر تطول 2 to 3 weeks associated with erythralgia, myalgia, headache, backache with ill health state. هاي راح نسميها influenza like syndrome with generalized or cervical lymphadenopathy. هذا يشبه infectious mononucleosis، يشبه influenza، يشبه toxoplasmosis. لكن إذا نسوي سكرين للإنفلونزا توكسوبلازموسيس إنفكشيوس مونونيوكليوسيس راح يطلع نيجاتيف، وراح يطول بالفيفر 2 to 3 weeks. هنا نسوي الأنتي اتش اي في أنتي بادي يعني سيرولوجي راح نلقي نيجاتيف. شو وقت يصير بوزيتيف؟ يصير بوزيتيف after 2 to 12 weeks. ميديان 8 weeks. من يصير انتي اتش اي في انتي بادي بوزيتيف راح نسميه اكيوت سيرو كونفرشن. يعني راح نسوي سيرولوجي باي اليزا ستدي انتي اتش اي في انتي بادي راح يطلع بوزيتيف، فهذا راح نسميه سيرو كونفرشن. من يطلع بوزيتيف ما راح نقول هذا المريض اتش اي في، راح نعيد التحليل بمختبر ثاني وما نقول له، نقول له نريد انتي اتش اي في انتي بادي. فاذا طلع بوزيتيف مره ثانيه we will declare him positive ويدخل بالـ process of investigation. بالـ primary infection من نسوي الـ viral load يطلع الـ viral load is very high by PCR، وإذا نسوي الـ CD4 flow cytometry راح يطلع very low. إذا هنا راح يصير الـ CD4 lymphocyte is low and viral load is high، فهنا راح نقول acute primary infection HIV. This is a primary infection. ارجع للمخطط عمار. ارجع
المخطط مال ناتشرال انفكشن، راح يشوفون انه هذا يطول few weeks، الفيرال لود از هاي، CD4 lymphocyte is low. نهاية البرايمري انفكشن يبدي الفيرال لود يقل والCD4 ترجع للنير نورمال، لكن ما ترجع نورمال، راح ترجع الCD4 أقل من الطبيعي لكن مو كلش قليلة. شوفوا هنا المخطط لبرايمري انفكشن، هنا الفيرال لود از هاي والCD4 از لو، بعدين بنهاية يبدي يقل الفيرال لود ويبدي يزيد الCD4، لكن الفيرال لود ما يرجع للنورمال ولا الCD4 ترجع للنورمال. بعدين المريض يطب الاسيمتوماتيك كونديشن او المايلد سيمتوماتيك كونديشن ورا ما يخلص البرايمري انفكشن، وخصوصا اذا المريض صار اجنورنت، صار مهمل وما راح فحص وما راح يعرف هو بي اتش اي في، فهنا راح يصير عندنا راح يطب الاسيمتوماتيك كونديشن او مايلد سيمتوماتيك كونديشن. هنا المريض ما عنده اي شكوى عدا الانترميتنت فيفر، او راح يطب بالجنرالايز لينفادينوباثي، وبعدين ممكن يطب المايلد سيمتوم قبل لا يتحول الى الايدز، راح يطب المريض الى مرحله ما قبل الايدز، راح يصير عندنا السي دي 4 هنا وير 10 سنين يزيد الفيرال لود شويه شويه ويقل السي دي 4 لينفوسايت شويه شويه، بعدين راح يمر بمرحله قبل الاتش اي في، راح تظهر عندنا الريكيرنت اورال اوروفارينجيال كانديدياسيس، ريكيرنت فاجينال كانديدياسيس، باسيلاري انجيوماتوسيس، ريكيرنت هيربس سيمبلكس، ريكيرنت هيربس زوستر. فالمريض دائما يطب من مرض يطلع مرض، يعني دائما المريض قبل لا يطب الايدز كونديشن نهايه المايلد اسيمتوماتيك، يعني بالسنه التاسعه او بالسنه العاشره راح يجي المريض راح يقول دكتور اني دائما حلقي دا يصير بيه فطريات، من يقل يصير فانجل انفكشن السي دي 4 قليله اقل من 400، دائما عندي اوروفارينجيال كانديدياسيس، ريكيرنت فاجينال كانديدياسيس، ريكيرنت هيربس سيمبلكس، ريكيرنت هيربس زوستر، بازيلاري انجيوماتوسيس، ريكيرنت ال هيلث ستيت، يعني دائما انفكشن، هذا نسميه بري ايدز كونديشن، يعني بدا يعبر الاتش اي في الى الايدز. ورا العشر سنوات راح يطب الايدز ديفايننج كونديشن. السلايد اللي بعد عمار على الايدز ديفايننج كونديشن اللي هو اكوايرد اميون ديفيشنسي سيندروم، هذا بالايدز ايدز ديفايننج كونديشن. هاي الكونديشنز اذا شفناها راح نقول المريض طب بمرحله الاتش اي الايدز، واذا صار بالايدز هي ويل ليف فور 2 تو 3 ييرز. Here, the CD4 is less than 500 cells per cubic millimeter. Less than 500 cells per cubic millimeter, and viral load is very high. فهنا راح يصير عندنا opportunistic infection اللي حكينا عليها بالباثوفيزيولوجي. راح يصير عندنا fungal viral parasitic tuberculosis infection، وراح يطلع عندنا الملك. Malignant condition اللي هي الكابوسي ساركوما and lymphomas. شنو هي الايدز ديفايننج كونديشن؟ نيكست سلايد عمر. الايدز ديفايننج كونديشن اللي هي هاي الكونديشنز من نشوفها نقول المريض طب الاتش اي في بالايدز، الاتش اي في تحول الى ايدز. السلايد اللي بعد عمر، اول وحده راح يصير عندنا اسفيجيال كانديدياسيس. احنا قبل الايدز بالنهايه الاتش اي في راح يصير ريكيرنت اوروفارينجيال بالاورال وبالنيزوفارينكس واوروفارينكس، لكن هنا راح يصير عندنا اسفيجيال كانديدياسيس، يعني المريض راح يجي ديسفيجيا، ريكيرنت ديسفيجيا. نسوي له اندوسكوبي ايش راح نلقي؟ راح نلقي فانجل انفكشن اوف ذا اسفاجس. فهنا ذس از انديكيت ايدز كونديشن، راح ندز الفيرال لود راح يطلع عالي والسي دي 4 كاونت اقل من 500. عاده من يصير اقل من 400 راح يصير الاسفيجيال كانديدياسيس.
كريبتوكوكال مينينجايتس. الكريبتوكوكا هي نوع من انواع الفنجس اللي يصيب المينينج. يجينا المريض مينينجايتس بنسوي له بكتيريال وفيرال ستدي يطلع نيجاتيف، بنسوي له فنجال ستدي راح يطلع كريبتوكوكاي، فنقول this is AIDS defining condition. كرونيك كريبتوسفاريديال دي يعني المريض كرونيك دياريا، وبنسوي انفستيجيشن راح نلقيها نورمال. اذا احنا المريض راح نقول عليه مر بالكريبتوكوكال دياريا كريبتوسبوريديال دياريا. سيربرال توكسوبلازموسيس هذا يعني باراسيتيك، والباراسايت التوكسوبلازموسيس عاده ايزي كنترول باي اميونيتي، لكن هنا راح نلقي سيربرال توكسوبلازموسيس. المريض راح يجي فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت او راح يجي ايبيليبسي، متذكرون بالثالثه اللي انطيتكم اياها. نسوي براين سي تي سكان راح نلقي سيجنت فينومينا علامه المحبس، يعني فديس از توكس سيربرال توكسوبلازموسيس. هنا السيتوميغالو فيروس ينشط، شوفوا هنا دي يصير عندنا فانجل باراسيتيك اند فايرال انفكشن، لان السيلولار اميونيتي قلت، فراح يصير عندنا سيتوميغالو فيروس ريتينايتس او سيتوميغالو فيروس كولايتس. كرونيك ميوكوكوتينيوس هيربس سيمبلكس اللي هي لطمة الحمى، فراح نعطيكم محاضرة على الهيربس ان شاء الله من ضمن الفيرال ديزيز. هنا عندنا يصير هيربس سيمبلكس ويختفي، اما يصير هيربس سيمبلكس ويبقى يصير كرونيك، this is made us this is indicate AIDS defining condition. disseminated mycobacterium avium intracellulari نوع من المايكوبكتيريوم other than tuberculosis. تعرفون احنا عندنا المايكوبكتيريوم tuberculosis يسوي تيبي، لكن عندنا مايكوبكتيريوم ليبري يسوي ليبراسي. عندنا المايكوبكتيريوم avium intracellulari اللي هي عادة controlled by cellular immunity. احنا راح نلقي مايكوبكتيريوم avium intracellulari other than tuberculosis mycobacterium احنا indicate AIDS defining condition. pulmonary extra pulmonary TB هم indicate AIDS. يعني احنا من نشوف هاي نقول المريض عنده صار تحول من الاتش اي في الى الايدز، اذا اللايف اكسبكتنسي هو 2 تو 3 ييرز. نيموسيستيك جيرافيشي او نيموسيستيك كاريني، قبل كان يسموه نيموسيستيك كاريني هسه يسموه نيموسيستيك جيرافيشي نيمونيا. بروجريسيف مالتي فوكال لوكو انسيفيلوباثي، شاب وعنده ديمنشيا نلقي لوكو انسيفيلوباثي وبروجريسيف، يعني قبل سنتين كان اقل ورا سنه صار اكثر، هسه صار بعد اكثر بروجريسيف. This is indicate AIDS. recurrent septicemia اللي هي non typhi septicemia. next سلايد عمار اللي بعده راح يجينا المريض weight loss اللي يسموه AIDS progressive HIV weight loss extra pulmonary histoplasmosis كابوسي sarcoma is common in HIV واحنا وايد نشوفه. ال cerebral lymphoma is also HIV wasting و HIV dementia. this is AIDS defining condition. هذا القسم الأول من المحاضرة مع HIV. خلاص القسم الثاني إن شاء الله أنا الأسبوع القادم حتى نكمل محاضرة الـ HIV، لأن الـ HIV محاضرة طويلة فأنا قسمتها إلى محاضرتين. هاي على المحاضرة القادمة إن شاء الله. الانفستيجيشن على المحاضرة القادمة. أوكي يا شباب خلصت المحاضرة الأولى، من عنده سؤال؟ دكتور بلاز أحمد. نعم دكتور، بس قلت بداية المحاضرة على المقارنة بين الـ HIV 1 و HIV 2 ومن الأخطر وما أعرف شنو. نعم دكتور بلاز أحمد بتقدر تعيدها؟ الـ HIV 2 هو عادة ملقنا إحنا خارج أفريقيا، جنوب أفريقيا. الدولة الأولى بالعالم بالـ HIV هي جنوب أفريقيا. ليش؟ لأن عندهم الشمبانزي كارير وهم يصيدون الشمبانزي ويأكلوه فيصير انفكشن. ولو احنا بدينا نسجل كيسات HIV، يمكن انا شايف كيس وحده HIV 2 in Iraq،
ما متأكد، لازم أرجع للسجلات مال مرضايا. ال HIV one more aggressive, more vertical transmission and more severe. ال HIV two less aggressive, less severe, less vertical transmission. واضحة يا أسامة؟ نعم دكتور، شكرا، جزاك الله خير. هلا هلا. بعد منو عنده سؤال يا شباب؟ دكتور عفوا. نعم اي خالد. دكتور ال HIV more effective بي لمفوسات أو تي لمفوسات؟ CD4 اثنين، لا ال تي لمفوسات. عافية عافية بخالد، هذا خلص السؤال. أكثر يصيب التي لمفوسايت، بس هو من اللي يشغل البي لمفوسايت؟ التي، التي هيلبر. فإذا التي هيلبر راحت السيلولار اميونيتي راح تضعف عندنا، فأكيد وراء الهيومرال اميونيتي تقل. بعد من عنده سؤال يا شباب؟ خلش أسئلة دكتور. نعم عبد الخالق. دكتور شنو يقصد بالليكون كفالوباث؟ لوكونسفلوباثي يعني يبدي يصغر البرين. احنا عادة هاي اللوكونسفلوباثي نشوفها بالأولد ايج، لأن يصير ديفيوز أثيروسكليروسز، فالبرين يصير ريكرنت انفاركشن صغيرة ويقل. بالHIV الHIV because it's infect the brain، فراح يبدي يصير دمج بالبرين جراجوال، فيصغر فيصيرون ديمينشيا، يعني يصير عندهم خرف. نسألهم برين سي تي سكان راح يطلع لوكو انسفلوباثي. لوكو يقصد بها سب كورتيكال بالمدلة. واضحة واضحة عبد الخالق؟ واضح دكتور، أشتيني بالخامس تاخذوها بالتفاصيل بالنيورولوجي. منو بعد عندنا سؤال؟ دكتور بالايدز مو تصير ظاهرة المونوكلونال بي سيل اكتيفيشن؟ لا بالبرايمري، بالبرايمري انفكشن يصير المونوكلونال بي سيل انفكشن، يعني من يصير اكيوت سيرو كونفرشن بالبرايمري انفكشن بالاسابيع الاولى من الانفكشن اللي هي المعدل 8 ويكس. بالايدز خلاص السيلولار اميونيتي كلش قلت، والاميونيتي مال الهيومن قلت، حتى الهيومرال اميونيتي. خلاص سؤال زياد بعد دكتور. نعم دكتور، دكتور حالة الريلابس يعني يصير بس بحالة الايدز يعني بالانفكشن؟ لا لا تصير بغير الايدز. زين دكتور العاد احنا شنو فائدة التريتمنت اذا هو راح يصير ريلابس؟ هي هاي مشكلة، يعني انت المتوقع انه يصير ريلابس، فاحنا شو نسوي حتى نمنع الريلابس؟ ننطي تريتمنت من يصير الفيرال لود زيرو والسي دي 4 تبدي تصعد، نسوي ستريكت مونيتور للبيشنت. المريض نقول فقط شهر ست شهور، بعدين هرين ست شهور، بعدين ثلاث شهور، بس تراك خاف من الريلابس. إذا صار الريلابس immediately we start treatment حتى نسيطر على المرض بالبداية. لكن المشكلة ذول المرضى عادة يصيرون مهملين لأن يفزعون، فيروح يغط ويرجع يعني فيصير لنا الكومبليكيشن. أما إذا سوينا ستريكت كنترول نقدر نسيطر على المرض. واضح حمزة؟ تمام دكتور واضح إن شاء الله. إحنا بعد عنده سؤال يا شباب؟ راح عنده سؤال؟ وين مصطفى؟ مصطفى وين؟ مصطفى؟ أياني موجود دكتور. شو ما عندك أسئلة مصطفى؟
والله دكتور انا كان الانترنت شوي عندي مقطوع وما حضرت الاخر 10 دقائق ربع ساعه. سجلتوها؟ اذا سجلوها جماعتك خليكم اياها.